مساء الخير، مساء الخير عليك. لما علينا عبيدك يا رب. قال يا اخو، حكايه ورود فوزيه للبلد طاحت فيها دي. كل ما اخش على السوشيال اللي كاتب لي ولاد فوزيه ولا فوزيه ولا شلاف فوزيه ولا عوف. الله، ولا ما يجيش ولا بايلي ولا يعوف. الولد بينه قطع الباس. سرخان انت جيت يا ولا يعوف. عوف يا ابو حميد. اللي جه يدوس لايك، واللي ما جاش ما يدوش لايك. الولد بيقطع عني الباس على التوتيوب. ياللي تنقار الميه من تحت منك، ولا يجيلك دم لتحت بطك ما تعرف تنعدل ولا تنقلب. اقص عليك وعلى ربيتك. بتقطع عني النت يا عوض. وعشان مين؟ عشان بجيب ست ابو سليم وبفتح ابو سليم. داني هفضحك يا ابو سليم. فضحت المطار ينطروا على المعاش. ماشي يا ابو سليم، ماشي. بتقطع عني النت. ماشي. ما هو ربنا بيقطع من دي وبيوصل في دي. يعني لو مش باشس عندك على النت على التوتيوب، اديني ببص على الفيس. والعلمة ياللي بتقطع النت انا مش هو. انا مش هو. ما يجربش نظارتي، ده تشابه نظارات، لكن انا مش هو ولا ابو سليم. يا جماعه اللي موجود على الفيس يدوس لايك لو كان موجود، موجود ما مش موجود ما يدوس. واللي موجود على اليوتيوب لو موجود يدوس لايك، ولو كان موجود، لو ما كانش موجود برضه ما يدوس. ما هتدوس زي ما انتش موجود، بعيد حمار. الولد ابو سليم ابو لسان زارف داير في البلد يقول ورود فوزيه قوم ورود فوزيه راح. ما خدتش بالي، قمت كل حد فوزيه ولا ولاد فوزيه قاعدين في اول البلد واخر البلد. الموضوع بدا يكتر، والعيال بتلعب النحله بالقشاطه، بيلعبوا بالجالوس ولا بيلعبوا الترنجاله ولا بيلعبوا التريك تراك. كل اللي يخسر يقول يا ابني فوزيه العدري قوي ومسكوا على قفاه. الموضوع بدا كده ايه يهرش معايا. ايه حكايه فوزيه دي؟ يا البلد كلها باسمها فوزيه ولا اسمها فوزيه؟ يا كل يضرب باسمه فوزيه. بس العيال بقت تاخدها كانها شتوم. اللي يتحرك يقول يا اجيب دي فوزيه قالوا بيسكوا على قفاه. يا اجيب دي فوزيه قالوا ضربوا بجالوس. يعني الشتيمه اتغيرت؟ يعني يا ناس، بدل ما كانوا بيقولوا تنجار تحت الميه من تحت منك، ما ولا يطلع لك دم من تحت بطك لا تعرف تنعدل ولا تنقور. بقت خلاص بقت يا ابني فوزيه. الا اللي ذاته غطه. الولد بسليم ابن لسان زارف كل ما يشوف حد بيقول للتاني يا ابني فوزيه يضحك ويفشخ ضبطه قد كده. في ايه يا ابن ابو سليم؟ حاكم الولد ايه؟ لما بشوفه وما دخل في موضوع بقول الحكايه فيها ايه؟ اخره المتمه العيال بتلعب نطه الانجليز. عارفين نطه الانجليز؟ ولا بيفلقس كده والتاني يقوم نطت من فوقيه. الولد اللي بيفلقس نطه الانجليز حاجة اسمها ما تعرفوش انتوا العيال الكبار بتاع الصغار بتوع السوشيال، ما يوعوش على اللعب بتاع زمان دي. كان فيه نطة بشلوط وهو ينط كده يقوم ضربه بشلوط ينزل الناحية التانية، وفيه نطة ينط الناحية التانية يقول عسكري واقف يقوم نازل عامل نفسه عسكري كده واقف الناحية التانية، وفيه نطة ينط عسكري نايم يقوم نايم كده. أبو سليم جه عند عسكري نايم في نطة الإنجليزي وقال له لا يا ولد نام على بطنك يا ري، ويضحك ويفشخ ضب. قلت لا 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 لا، تعالى لي يا ابو سليم. ايه حكايه بقى ان نام على بطنك وولود فوزيه؟ اتاري القبيح الزلنطحي بيتكلم ان في شويه غفر من البلد راحوا من الناحيه الثانيه على كفر الهنادوي. انا مش من كفر الهنادوي، مش عشان يعني بقول اجعله عامر كفر الهنادوي، لا ده كان فلاح تاني. كفر الهنادوي من بلد تاني. يا جماعة اللي على اليوتيوب ما تقلقوش، هاخد من دي احط دي، ما تقلقوش. اللي ما جالوش البث خلاص اجيبه لك كمان شوية. يعني ما ضاعش منك حاجة. الولد بقى يلم العيال
واللي ينط نطه انجليز يقولوا نام على بطنك يا اري، نام على بطنك يا اري، حواراتك قبل فوزي. اتاري حبه غفر اتمسكوا اتعكشوا في كفر الهنادوة اللي جنبي مسكوهم، وقال ايه الناس اللي هناك الغفر اللي هناك مسكوهم وزحفوهم على بطنهم ويزحفوهم يقولوا ازحف على بطنك يا ابن فوزي. قال وبقى الجرس للولاء اللي قال ممسكين هناك قعدوا هناك سبوع لا اكل ولا شرب ولا عطش ولا حد يعرف عنهم حاجه. قلت له طب ده قالي يصحي يا انك تتمارز على اولاد بلدك يا قالي عشان يعني اتمسكوا هناك وزعفوا على مطنوه وتقال لهم يا ولد فوزيتك وانت جيت مسخر في البلد وعملت مسخر في البلد في البلد ايه؟ وانت مش من البلد دي ولا مش من البلد؟ واللي اتمسكوا دول ايه؟ اتمسكوا بشرف. قال لي لا ده ما قاوموش ما معهمش سلاح. قال لي معهمش سلاح؟ امال غفر ازاي؟ قلت له غفر ازاي؟ غفر كانوا رايحين يتدربوا. قال لي يتدربوا غير سلاح؟ هما ايه؟ رايحين تبع الشؤون الاجتماعيه؟ بيني وبينكم اما قال لي راه طبعا الشؤون الاجتماعيه طقت في دماغي. قلت ومال؟ خلاص العيال غايبين على فتره طويله كده بقى لهم سبوع ومحدش سال فيهم ولا عنبرهم ولا حتى شريطه سودا ولا اغاني وطنيه ولا اي حاجه في التلفزيون. لا التلفزيون عندنا في الكفر شغال عادي. قلت لا خلاص بقى مفيش بقى، انا لازم اطلع في البث المباشر واكلم المسؤولين في البلد. الست فين الاباك وزيره التضامن يا ست وزيره التضامن يصح كده؟ يعني عيالنا متاخدين بره وحضرتك ساكته والاسم وزيره التضامن وما بتعمليش حاجه؟ امال العيال ممسوكه بره دي ولاد البلد شباب البلد خير شباب البلد، حضرتك اما ما تساليش عنهم مين اللي يسال؟ امال مين الوزاره المعنيه انها تسال عن ولادنا بره المخطوفين الاسرى؟ ما هو الوزير اللي يهمل كجاء الميه من جار تحت منه لا يعرف يصرف ولا يكبسه. ما انا اكلم مين؟ اكلم وزاره السياحه؟ لا. اكلم وزاره التوين تروح تجيب عيالنا؟ لا ما ينفعش، دي عيال البلد، دول شباب البلد، ظهر شباب البلد وصغار وتهزقوا وتمرمطوا وتحط كرامتنا في الدنيا وزاره التضامن الست نيفين اباك. ما هي كل وزير يشوف حاله ويتكلم عن ولاده. احنا بنطالب بصرف تعويض للشباب دول ولود فوزي بس يا صوفيا. القط بتاع الولد جرمك انا مش هو يعني دي كائنات حي ممكن يبقى الاسامي مشتبه. الست نيفين الاباك وزيره التضامن وكاني العيال مش عيالها. عارف وانا عامله نفسي نايمه العيال اتخطفوا وزحفوا على بطنهم ده لهم عيال فوزيه ودو والست نيفين الاباك وزيره التضامن عامله ودني من طين ودني من عجين. قلت له انت يا ابو سليم اللي ده في البلد تنبر وتنقح على اللي ناموا على بطنهم وعلى الفوزيه بدل ما تنبط على عيالي عيني الغلابه ما لهمش لا في الطور ولا في الطحين. ده الطوق احك عيال غلاب وجرهم البلد عندنا ما انت عارفه ده متربين على ايدك يا ابو سليم. اللي بيعمل كحك ولا مؤاخذه بينظف تحت الدموسه واللي بينقاش واللي سواق يعني عمال طراحيل. قال لي لا دول غافر دول انا غفر شايفهم انا شايلين منادق يا لي. قال لي ده كان معاهم طياره. قلت له ابشر بقى وجابوا الطياره دي من ايه؟ يعني بيعمل الولا الهاني وقف فيهم ولا اسمه هاني راح زاف على بطنه وشاك طياره. دول غافر دول غلابه مساكين ما لهمش في الكلام دي عساكر. قال لي لا دول غافر دول غافر وما تتشك يالا قلبك يالا. ثم لو غافر يالا تتنور عليهم ولا تناشد الست نيفين الانباء الاباك وزيره التضامن انها تتدخل لدى السلطات والبلد الثانيه وتقول لهم هاتوا عيالنا؟ ما هو لازم يا ست تتدخل. امال انت قاعده كده ايه؟ مره مالكيش في الطور ولا في الطحين يا وليه اتحركي روحي هاتيهم. بتكلم معاه قال اصل هما اللي راجع فيهم يعني ان الغفر دول قال لهم يا ولاد فوزي ودي شتيمه. قلت له لا ولاد فوزي مش شتيمه. انت تعرف على قصه حكايه ولاد فوزيه دي يا ابو سليم؟ يا ابو سليم ما انت مش مثقف ولا بتقرا.
فوزيه دي اصل انا مش فاهم حضرتك فاهم في ايه. عارف فوزيه دي يقصدوا بيها فوزيه فؤاد بنت الملك فؤاد. اسمعوا يا ولاد، عارف فوزيه دي في الكفر الثاني يقول على ان احنا عارف فوزيه بنت الملك فؤاد، ملك فؤاد ملك مصر اللي كان سمى ملك مصر والسودان. ما احنا لما احنا بقى كنا عايزين نعمل استقلالنا في الكفر، والملك سمى نفسه ملك مصر والسودان، وسمى نفسه كده ملك مصر والسودان كده وكده، واحنا كنا لا استقلنا ولا نره، يعني كنا تحت الانتضاب الانجليزي. بس الناس اللي في السودان كانوا عاوزين استقلال بجد، وكانوا بيعملوا مظاهرات ضد الانجليز ضد المحتل. فكان بقى الملك فؤاد يلم العيال العساكر بتوعني ويروح يأدبوا للسودانيين يضربوه يقولوا انتوا عايزين تستقلوا؟ الجيش الانجليزي كان بياخدنا يعني. هو الجيش بصراحة يعني الجيش الانجليزي كان بياخدنا، واحنا كنا بنتاخد، كنا لسه في الاحتلال. فالجيش بتاعني استغفر الله العظيم كان يتاخد ويروح يضرب المسلمين العرب عشان بيتظاهروا ضد الانجليز الاجانب المحتلين وعاوزين يستقلوا. فاللي هناك دوك السودانيين كانوا يستعجبوا، ايه دي؟ ازاي يا انت وهو مسلم وعرب يا جاي تضربناني عشان انا عايز استقل على الانجليز؟ يا حمار انت جاي الميه لما انقهر تحت منك. بس كان بيقولها له باللغه الاجنبيه السوداني بيتكلموا سوداني، ما كانش بيقول له انقهر على الميه تحت منك بلغته بقى لهجته هو. الولد المصري طبعا ما كانش فاهم حاجه، وهو كان يعني بيقول له تقدر اضرب هنا يروح يضرب هنا. فكان العيال دي يقول لك مين اللي جاي يضرب دي؟ يقول لك ده عيال فوزيه اللي هم ايه يعني ولاد ولاد فوزيه بنت الملك فؤاد. عشان كده طلعت عليهم بقى عيال فوزيه، وكانوا يسموهم ساعات عيال فوقيه. ما فوزيه كان ليها واحده اخت ثانيه اسمها فوقيه مولوده معاها برضه، بس ما كانتش مشهوره قوي، لكن مشهوره قوي هي فوزيه عشان اتجوزت الولد ملك شاه ايران وبقت سيدة إيران الأولى. هناك ساعتها طلعت علينا بقى احنا عيال عساكر بقى عيال فوزية، يعني عيال خير أكيد إيه، بس إيه وتربية مرة يعني. عشان كده كانوا طالعين علينا بقى في الكفر هناك دي. فإحنا بنناقش وبنناقش لسه بحكي له، بيقول لي ما الوزيرة خلاص جابتهم. قلت له وزيرة التضامن جابتهم؟ جابت العيال بتوعني الغفر؟ قال لي أيوه جابوا الغفر بس جابوهم على دفعتين. قلت له هي جمعية يا أبو سليم؟ هي جمعية يا أبو سليم؟ دعيان يجوا فور؟ قال لي لا هيجوا على دفعتين. هو قسط كده تاخدهم بالقسط يعني كمان قله قيمه، وزحفوهم على مطنهم وقالوا لهم يا عيال فوزيه واسرى ورفعوهم وعاملين عيالهم كده رقابيهم ورا رجلهم على دماغهم ولا ايديهم على دماغهم، وكمان يدوهم على قسطين. ليه؟ شارين غساله ولا ثلاجه؟ قال لي ما انا مش هاسكت. قلت له تعمل ايه يا اسليم؟ قال انا مش هاسكت. قلت له هتعمل ايه يا ابو سليم؟ هتروح الكفر هناك وتتشاكل معاهم؟ ولا انت وزير التضامن ولا وزيره التضامن؟ ولا شايف نفسك ايمان نفيد الاباج؟ قال لي لا انا هلم العيال في البلد. العيال بقى كانت واقفه وسمعت الكلام والحديد بيني وبين، هلم العيال في البلد ونعمل مسلسل ولا مسرحي. قلت له تعمل مسرحي؟ طب انت والله عبيط يعني. قال لي لا انا هجيب العيال دي هلبسها لبس غفر، واجيب العيال دي اقوتهم كده، كل ام وكل اب يقوت عياله كده يفطر سندوشت كده من الكبير، سندوشت جبنه على خياره على طماطم على كله على حبه كنافه على حبه كحك، الواد يترم كده والعيال تلبس كده لبس غفر ويبينوا نصهم اللي فوق ويدهنوا زيت يعني بتوع كمال اجسام، والعيال دي تطلع كده تاكل فرخه نيه ولا تاكل تعبان كده نجيبه من الغيط كده ان هم قطعوا الدنيا يعني، ونعمل مسلسل ونرج الدنيا ونرد عليه. انت بتطبط انا ولا بودك على فك في الحقيقه وانت هتتعمل في مسلسل؟ قال لي في ماكينتي البلد بتحب الكلام ده يعني، هو اللي شاف اللي بيشوف المسلسل كام واللي شاف الحقيقه وضرب الخبر. انا رانك ان نص البلد لا تعرف حاجه عن اللي قال اتمسكوا دول ولا النجوم ولا راح، ما حدش يفهم حاجه، الناس مشغوله في المسلسلات وفي الافلام، انما لو مسجل الكل يشوف. شوف انت جعفر العمده ولا شوف ليالي الحلميه ولا شوف الكتيبه 101، المسلسل يتشاف والناس كلها تعرفه، انما رانا ما براوي ان يكون نص البلد حتى عرف ان لينا عيال اتمسكت. قلت له عندك حاجه؟ ده انا لسه عارف منك دلوقتي اما شفت العيال بتقول نص فوزيه. قال لي يا عم اللي بيشوف الكلام ده الناس اللي بتسمع الراديو، اللي بيسمعوا الراديو ولا بيشوفوا التلفزيون ولا بيخشوا على الفيس هم اللي بيعرفوا، المثقفين بس.
ولا المتعلمين بس، انما الشباب البلد ما حدش عارف اصلا عارف ايه عيال اسرى ولا عيال اتمسكت ولا غفرت ماسك ولا اتمسك ولا عرفوا انه جم حتى، العيال جم لسه جم بس جم على قسطين، قالوا تاخدوهم على قسطين ونشوفكم كده بمذاق، عجبني هنديكم القسط التاني. حاسس ان احنا بنشتري تلاجه مع انهم بتوعنا اصلا. مش بيتاجروا في العساكر دول ولا ايه؟ بيتاجروا في الغفر. القصد قال لي احنا بلدنا كده ما بتفهمش حاجة ولا شايفة حاجة، ونص البلد في طور الله برسيم يعني مش فاهم أي شيء في أي حاجة. واتحدى خد يا علي، وقال له جابر معاك خد يا جابر تعرف حاجة عن غفرة مسك يا علي؟ قال له مسك غفر مين؟ قال له غفر يا بتوعنا في غفرة مسك يا علي واخدينهم هناك يا علي ونايمينهم على بطنهم ولا كان فوزية. قال له فوزية مين؟ قال له منيمهم على بطنهم يا علي. قال له بطنهم مين؟ قال له يا علي مش فاهم أي حاجة مفيش حد مسك في البلد. قال له بلد مين؟ الولا ضايع. قال له مسلسل امتى؟ قال له مسلسل ايه؟ 101 ولا جعفر العمدي؟ رصلوا المسلسلات بالاعداد بتاعتهم. قال لي شوف شفت انا براوي احنا نعمل مسلسل نرد عليهم صح، انما هترد حقيقه ولا حاجه خنق حنك ونفين الاباج نايمه. انا بطالب من خلال الساده المسؤولين الست نفين الاباج وزيره التضامن لابد من صرف تعويض للشباب دول طبعا، ونعمل مسلسل يليق بيهم وحفل تكريم يليق بيهم، والسيد احمد جاموس لابد ان يستضيف الشباب دول غفر اهل البلد اللي كانوا ممسوكين وتمرمق بكرامتهم من الارض وزحفوا على بطنهم وتعلموا يقولوا فوزيه فوزيه بنت فؤاد. لا رجع انت بقى كرامتهم انت باسلوبك بقى، ما انت ليك اسلوبك في الاعلام بقى وتطبيلتك بقى، وازاي بقى واجهتهم وازاي بقى، والبطل اللي قال له سمحت بيه سمحت بيه وهو اسير ولا قاعد على لا مؤاخذة يعني قاعد على ال قاعد يعني على مقعدته يعني ومرفعين وكده، ولا سمعت يا بيه كده انا اللي مسؤول عن الناس دي وكلمني انا وانا اللي اتكلم معايا انا ما بتكلمش مع الناس دي، الواد ده يتكلم عنه قال انه بطل بقى ازاي هو يعني اتثبت بس وما قومش ولا حاجه بس شوف طلع يعني. مع ان في قانون العسكريه ما احنا دخلنا الجيش، القانون العسكرية لما تقع اسير يا بقر ابن البقرة بتشيل الرطب، ما تقولش على الرطب مين، كله يتساوي عشان ما يحصلش اي مشاكل، بتخبي رطبك يعني لو في لواء لهم لو سمحت انا اللواء وانا المسؤول، تبقى حمار تبقى جالوس جل ما انتش فاهم حاجة في العسكرية. واللي يقول لك ان دي بطولة يبقى من اللي بيعجبوا الافلام بيتفرج على الفراخ النية وباكل التعابين، لما بتقع اسير يا بقر ما بتقولش الرطب بتاعتك، بتستخبي في وسط بعضكم، ما تعرفش اللواء من العسكري من العقيد من العميد. اقول له كده يقول لي ما هم مش جنوس قصر هم كانوا في حرب دول اتاخدوا على اخوان اخوانا ازاي يا ابو سليم؟ قال لي ما كانش معاهم سلاح ما كانش معاهم سلاح دول غفر. قال لي لا ما كانش غفر كنتوا رايحين تدريب، هم رايحين تدريب ما همش سلاح يا ابو سليم، ويناموا على بطنهم ويتعبوا على بطنهم يا ابو سليم. اتفقنا ان احنا خلاص هنعمل مسلسل عشان نرجع كرامه الولاد دول ونعمل حمله اعلاميه واتصلنا فعلا، بس اللي يعرف رقم الاستاذ احمد جاموسي يدينا الرقم بتاعه عشان نرجع كرامه العيال دي من خلال لقاءات تلفزيونيه ومسلسليه وعروض مسرحيه وشك في الحيط وافاكليه، وهل طلعهم ياكلوا فراخ وياكلوا تعابين. انا مش عارف البلد صراحه عن مين اللي ماسك مين ولا مين اللي مسؤول عن الوزاره، بس انا ما لقيتش في وشي الا نفين الاباعي، لان الولاد دي عايزه تعويض، الولاد دي محتاجه تعويض، والطياره اللي جابتهم بنشكرهم ونشكر الطياره، والمفروض برضه هم ما يحاسبوش على سعر الطياره دي. شكرا ونشوفكم ان شاء الله في بثات قادمه علشان نشوف احوال البلد مع نبراوي عبشافي عوف نبراوي شندلهوف. سلام عليكم. البث دي تشيروه واللي حاضر يدي اللي ما حضرش يقول له عليه. نشوفكم الأسبوع الجاي، كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم، وما يقعلكوش غفر تاني في زنقة ولا يرقدوا على بطنهم. والعيال اللي رجعت دي بقى، العيال اللي رجعت دي قبل ما أخلص، العيال اللي رجعت دي اغسل يا ابني أنت الشطة بإيدك من العجين والقرف اللي بتعمله دي، ويلعب لك شوية رياضة كده ولا رم عظمك، تعلم لك شوية حاجة في الغفرانة، خليك غفير بجد، لأن أنت رحت تبادل. والولد اللي في الكفر التاني اللي مسكك ده بشبشب، ده بشبشب رفعك وزحفك على وشك ولا كابن فوزيه، وانت لا صديت من فوق ولا من تحت، شكلك كان عر خالص. فهذه العاد دي يا ريت يعني اكلوهم كده ويرم عضمهم وما يتقعدهمش بقى لا في فرن ولا في صاج ولا يحلبوا تحت الجاموس العادي، يتعلموا شويه رجوله كده وشويه فتواني، وسكهم سلاح كده ويتدربوا عليه، ما ينفعش اللي حصل فيهم دي، عشان لو حد ثبتهم تاني
والجايات اكتر من رايحات، يعرفوا حتى يدافعوا عن نفسيهم. وكل سنه وانتم طيبين، واهو العيد جه والكحك، ويا ريت بقى يرجعوا ما تشغلهمش بقى في كحك بقى استاذه نيفين الاباك بقى يا وزيره التضامن، ما تدخلهمش بقى لا في كحك ولا في كنافه ولا لا مؤاخذه يبيعوا رز ولا زيت ولا ضبار الشمس ولا ينزلوا لحمه ولا يبيعوا في منتجات ال وزيره التضامن خيمه رمضان ولا يعملوا مش عارف عروض مسكويت. الكلام ده غلط، دي الغفر مش معمول لكده. ست نفين يا اباك، الغفر مخلوق ربنا عامله عشان يدافع عن البلد، يبقى معاه سلاح ويدافع عن البلد، مش يشتغل في الكحك يا ست نفين يا اباك. وزيره التضامن تشوف شغلك، مش مبعدين عيالنا في كحك وفي عجل وفي مسكويت وفي زيت ودوار شمس واخرة المتمة عاملة لحمة ومنزلة لحمة، والعيد جاي الكبير عشان فلت منك الكحك عشان اتمسكوا في ساعة الكحك، هتعمليني بقى في الخروف العيد وتنزلينا خروف العيد. ارحمي العيال ينفين يا اباك، على كتفك قد كده، ضربي العيال ما تسيبكم سلاح، علموهم ان اللي يرقدك على بطنك غلط عيب كخي كدك. قول عليك هادي على وراه، هادي على مرة، انا هادي على ابو سليم، كجع الميه منجار من تحت منك يا ابو سليم، يجي لك دم من تحت باطك يا ابو سليم يلي في بالي، لا تعرف لا تنعزل ولا تنقبر منه انت وبرميل الطرش اللي معاك. يلا كل سنه وانتم طيبين واشوفكم على خير، اللي شاير البث لحد تاني ياكد عليه، شوف بقول لك ياكد عليه انني مش هو، انا واحد تاني خالص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل سنة طيبين. أعتقد إن الزر هنا. بس ليه؟ الزر فين اللي بتقفل بيه البس؟ بس ليه؟